بعض أعضاء هذه الحكومة خاصة من حزب رئيس الحكومة ينتمون إلى شركة وإلى هولدينغ وإلى مجلس إدارة، وهذا فيه تضارب للمصالح. ولكن الجشع والهمزة واستغلال كل مساحة أتيحت إلا ويسطو عليها سيد رئيس الحكومة. أن مسؤولة كانت هي المسؤولة عن جود لتتحول إلى جود الدولة وتستغل الأرقام اللي عند الدولة، هذا منكر كبير وما يمكنناش نقبلوا به. هذيك الهجرة الجماعية للفنيدق نغلفوها باش ما بغينا، ولكن هي عنوان ديال فشل ذريع ديال هذه الحكومة مع التشغيل. مع التشغيل حكومة فشلت ذريعا باعتراف رئيس الحكومة. هذا الأمر نقوله واش هذا منطق؟ هذا باش خدامي حنا في هذه البلاد؟ طبعا كما تفضل الإخوان الرؤساء اللي سبقوني بعدة ملاحظات حول مشروع قانون المالية، أنا كنت كنراجع باش نحيد واحد العدد ديال الجوانب اللي تاروها لكي لا أثيرها ويقع واحد نوع من التكامل خاصة مع الإخوان ديالنا في المعارضة. بالتأكيد هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا من جانبين. الجانب الأول هو مرور 25 سنة من حكم جلالة الملك، وكنسول السيدة الوزيرة في المذكرة التوجيهية، في المذكرة ديال القانون المالية، في الخطاب ديالكم تكلمتوا على 25 سنة من الإنجازات المهمة اللي عرفتها بلادنا. كنسول واش ديك 10 سنوات اللي كانت فيها العدالة والتنمية داخلة في 25 ولا خارجة منها؟ واش هي 25 ناقص 10 بمعنى أن 25 كلها جيدة، أم 10 سنوات هي خارج حكم محمد السادس حفظه الله؟ ولا أظن ذلك. تكلمتم على أنه سياق صعب، سياق فجيهد في هذا القانون المالي الرابع لهذه الحكومة سياق صعب. من أي ناحية صعب؟ هذا الشيء ديال الحروب بعيد علينا كاين الأثر صحيح، ولكن هو سياق إيجابي على العموم. نمو عالمي معتدل، انخفاض أسعار المواد الأولية، تضخم عالميا، وحتى حنا ماشي بالسياسه النقديه اساسا، ثم تطور مداخل السياحه اللي تكلمت عليها، تحسن تدفقات الاستثمار الخارجيه، تراجع عجز الميزانيه، هذه كلها ايجابيه. وعلى تفائلوا شويه هنا فاش خصكم تفائلوا، اما صعب باش تصدروا لنا الازمه النفسيه لا. طيب انا فيما يتعلق قبل قانون الماليه عندي ثلاث قضايا اود ان اقف عندها. اولا قضيه ديال الصحراء المغربيه، قضيتنا الاولى. جلالة الملك خصه هذه السنة بخطاب، ما كانت حتى شي نقطة من غير الصحراء المغربية، وقال هي القضية الأولى للمغاربة، ويجب أن نمر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، لا بد بمقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والحزم، المزيد من التعبئة واليقظة والتصدي لمناورة الخصوم، والدعوة طبعا إلى التنسيق بين المجلسين، وضع هياكل ملائمة، واعتماد الكفاءة والاختصاص. في هذا السياق بغيت ثلاثة ديال الأمور أساسية. أولا أن أقدم تحية إكبار وإجلال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والأمن الوطني وكل الأجهزة. علاش؟ السنة الماضية كان العدد ديال المناوشات والاستفزازات يعني في حدود 40، هذا العام 164 استفزاز، هذه الأجهزة تصدت لها، فما يمكننا إلا نقدم لها تحية ديال الإكبار والإجلال. ثانيا قرار المحكمة العدل الأوروبية خصنا نوقفوا عليه، هو قرار ليس عادي باش ما يمكنناش نمروا عليه، هو قرار ليس عادي. صحيح في 2015 هددنا نحن بأن نوقف الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. الآن هناك تطاول على اختصاصات، ماشي ديال اختصاصات ديال مجلس الأمن وديال هيئة الأمم المتحدة، لأنك تمنح الشرعية صفة الشرعية على كيان انفصالي، كيان في كتفرق ما بين الساكنة وبين الشعب. الساكنة هي اللي في الأقاليم الجنوبية والشعب هو اللي كاين في الجزائر، وهذا منكر كبير يجب أن نتصدى له. طرح ديمستورات هو كذلك لفكرة التقسيم، هو انحراف سياسي أممي. علاش؟ لأنه هذه فكرة ماشي جديدة، كانت في 2002، كانت مع جيمس بيكر في 2002، ولكن باش واجهناها؟ حنا اصلا هذا الموضوع ديال التقسيم حسمناه في
1979 المعارك ديالنا بيرن زاران وديال السمارة حسمناتش. منين كانت هاد الشيء ما بين موريتانيا وباغي تخلي شي حاجة ودخل منها الجزائر؟ حسمناه حسمناه هاد المو وحسمناه كذلك بخطاب جلالة الملك في 2002 بالعيون لا للتقسيم. نجيو بعد 2007 اللي كاين الحل السياسي ويطرح علينا ديمستورة تقسيم، فلذلك لا نطيق هاد الشيء. وأنا كنقول بكل مسؤولية الدولة المغربية يجب أن تطالب بإقالة هذا المبعوث لأنه انحرف عن مساره. هذا ماشي هو المسار اللي خصو يمشي فيه، وإذا خصنا نكونوا حنا واضحين كما حنا واضحين مع هذا الشيء ديال القرار المحكمة الدولية، خصنا نكونوا واضحين كذلك مع ديمستورة وأنه خصو يرجع للصواب. فيما يتعلق بالقضية هذه كلها كدفعنا باش نرفعوا المجهود ديالنا للتعبئة الوطنية. هناك تهديدات خطيرة لا يمكن أن جات ملك خص خطاب، إذا كاين تهديدات خطيرة وخصنا نوعوا بها. باش نوعوا بها خصنا مجهود من التعبئة الوطنية. القضية الفلسطينية الكل يعلم طبعا، كل الإخوان تدخلوا أغلبيتهم معارضة حول هذا الموضوع. مرور أزيد من سنة على طوفان الأقصى لا بد أن نجدد دعمنا الكامل وغير المشروط لقوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي تصدت لهذا الكيان الصهيوني الذي يريد أن يبيد الشعب الفلسطيني، أن يخرجه ليس في من غزة ولكن من كل تراب فلسطين. وحرب إبادة بكل الأدوات للأسف الشديد مقابل هذا. شنو كاين؟ كاين هناك دعم غير مشروط من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، وكاين هناك للأسف الشديد الذي سنكره وهذا الصمت العربي الإسلامي في 2006 حين أقدم الكيان الصهيوني على ما أقدم عليه في جنوب لبنان. عقدت قمة عربية مستعجلة وقمة إسلامية، للأسف الشديد الآن ما كاينش منها شيء. ولذلك في الأخير لا يمكن لي أن أطالب إلا بشيئين. أولا هذه اللجنة أرجوهم السيدات السادة بدون مزايدة، راه قال السي أحمد الصباح بهذيك ما يخضعش بدون مزايدة، هذه اللجنة الصدقة ما بقى عندها حتى شي حاجة ما دير معنا، ما عندها حتى شي معنى. ثانيا لابد نحن نطالب دولتنا بأن تراجع هذا القرار ديال الاتفاق ديال التطبيع لأنه لم يبقى له أي مبرر، خاصة مع هذا الكيان الذي لا يحترم لا اتفاق ولا اتفاقيات ولا أي شيء من ذلك. وندعو أنه عندنا واحد جلالة الملك تكلم على الهياكل، عندنا لجنة فلسطين خصنا نحيوها وخصنا نديروا جلسة ديال دعم الشعب الفلسطيني. شنو المشكل؟ ثالثا التعديل الحكم. القوى الديمقراطية منذ الثمانينات كان انحراف، كانت مذكرة الثلاث اللي كانت في منتصف التسعينات كلها تؤكد أنه كيخصنا من ناحية الديمقراطية ندوزو من يعني وزير أول إلى رئيس حكومة وبصلاحية أكبر، وكل مذكرة الأحزاب الديمقراطية أعطت الفسحة عبر نضال سياسي وديمقراطي وتوج بالدستور وجاء توسيع ديال الصلاحية ديال رئيس الحكومة. ولكن احنا اليوم أمام تغيير وتتميم وتعديل كبير. 14 وزير اليوم ضمن هذه 14 حقيبة، هذه كطرح عدة تساؤلات. هل هو فشل لعمل الحكومة؟ واش هذه حكومة جديدة؟ واش خصها برنامج جديد؟ واش خصها انتخابات جديدة؟ أو الانتخابات السابقة لأولين؟ ما يمكنش 14، ماشي واحد ماشي جوج، معنى هذا عنوان على الفشل. ثم التوقيت غريب، كيفاش حنا كنناقشوا قانون الماليه وغيجيونا هاد الوزراء وغيجيو حتى هما يقدموا لي موراس ويقدموا الاولويات ديالهم الى غير ذلك وما كانوا معنا هنا؟ كي داير هادي؟ اكثر من ذلك الادهى والامر ان السيد رئيس الحكومه هذه 15 يوم من هيئه الامم المتحده ودار واحد التدخل عبر الاقمار الصناعيه وكياكد على المغرب على 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 استراتيجيه المغرب الرقمي، واكد السيده الوزيره والله يجزيك بخير وانت مزيانه والى غير ذلك وقدمنا الاستراتيجيه ومن بعد قالوا له الله يعاون. واش هذا؟ كي انا ما كنقولش يبقى ولا ما تبقاش، غير كنقول المنطق. واش هذا المنطق هذا باش خدامين حنا في هذه البلاد؟ ثم انه هذا الهامش الديمقراطي سيد رئيس الحكومه عامل على قطف ثماره عبر هذا النضال كله وقطفه. ولا اظن انا قريت المذكرات ديال الحزب المعني ما فيهاش، ولكن الجشع والهمزه واستغلال كل مساحة أتيحت إلا ويسطو عليها سيد رئيس الحكومة. فيما يتعلق بالصفقات والمال، أنتم كتشوفوا فيما كانت شي صفقة فيها شي حاجة، سيد رئيس الحكومة تما. تضرب مصارع عينا نقولوا هذا الشيء وكاين تما.
في الإعلام كاين، ودابا حتى في السياسة كاين. ما معنى أنه كنديروا المقربين؟ ما عندي حتى مشكل مع الكفاءات، ما يمكنش تكون ضد الكفاءات، ما يمكنش تكون ضد صلاحية. كل شيء كيتكلم أن رئيس الحكومة عنده بصمة كبيرة في هذه أي، ولكن باش 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 ولينا عندنا مجلس إدارة ديال الأقوى أو عندنا مول، هذا الشيء اللي عندنا، هذا هو. قراو هذاك الشيء وشوفوه. طيب حنا كنقولوا هذا السيد اللي دار في التعليم، بالله عليكم، صحيح يمكن يكون عضو قديم في الحزب، ويمكن هو اللي مكلف بالانتخابات، ويمكن هو اللي ما عرف باش مكلف وكيتيق فيه، هو ديروا النهار الاول، ديروا النهار الاول، ما تجيبوش حتى لدابا، عتجيبوا حتى الان. كنا كنقولوا واش عنده 27% من هاد الاكوا ولا لا؟ قال لك لا، غير عض غير طيب هادو بعض أعضاء هذه الحكومة، خاصة من حزب رئيس الحكومة، ينتمون إلى شركة وإلى هولدينغ وإلى مجلس إدارة، وهذا فيه تضارب للمصالح. ما بغيتش نسميوه، ما غنسميوش، ما غنسميوش، يكون أدمينستراتور انديبوندون ولا عنده نسبة ولا ما عندوش. هذا منكر كبير يقع مع هذه الحكومة، التعامل باستخفاف مع قطاعات استراتيجية التعليم والصحة والتشغيل. حيت التشغيل شنو درنا؟ درنا وزير مكلف بالشغل، هذاك الشغل شنو هو؟ هو الإشكالات اللي كتوقع، ماشي التشغيل، بمعنى التشغيل بقى ودرنا واحد ديال الشغل. وأكثر من ذلك فيما يتعلق بالصحة والتعليم، هاد الناس اللي اختارينا لهم إلى أي حد أن البروفيل ديالهم أنه من اللي خصهم يكونوا. ولذلك نحن نقول واش كذلك الفلاحة ولات مدرسة اللي خريج هي اللي كتخرج لنا كاع الكفاءات؟ كل مدير درنا هنا، مدير درنا هنا، مدير درنا هنا، مدير درنا وزير الى غير ذلك، غير هذه وزاره، بمعنى انه هذيك 10 سنوات اللي دوزنا ولات مدرسه كتخرج. ثم استغلال مرافق الدوله، اسمح لي، الذي يخيفني هو استغلال مرافق الدوله، ان مسؤوله كانت هي المسؤوله عن جود لتتحول الى جود الدوله وتستغل الارقام اللي عند الدوله، هذا منكر كبير وما يمكنناش نقبلوا به. هذا الأمر نقوله واش قلت شي حاجة ديال واش قلت شي حاجة ياك كدير البوز، كدير البوز، ما كتحسبليش الوقت لا بالكرونو. طيب شوف، هذه النقطة تؤلم، سأتجاوزها بثلاث أفكار. الأولى، هذا مس بسمعة الدولة، ونؤكد على ذلك، وستبرهن الأيام على هذا. أين هي الدولة؟ كنا كنتكلموا على الدولة الحامية، الدولة الاجتماعية، الدولة، واش الدولة منسحبة في هذا الموضوع؟ الدولة الضامنة. هذا الذي وقع في هذا التعليل مس بسمعة دولتنا وخصنا نوقفوا عليه. طيب فيما يتعلق بمشروع قانون المالية، ولن يسعفني الوقت، لذلك سأركز على بعض الجوانب التي لم ترد في أو وردت بطرق أخرى. مشروع قانون المالية 2025، أولا نتكلم على واحد ثلاثة عاد ندخل له. هناك أولويات مفقودة. جلالة الملك دار خطاب على الماء كأولوية، صحيح عندنا 147 مليون ديال مليار ديال الدرهم من 2020 2000 ولا 2021 2027، هادشي ما كاينش، ما كنوجدوه، كنوجدوه في ثنايا خفيفه ليس كأولوية. رئيس الحكومه السنه الماضيه هاد السنه قال بان في منتصف الولايه اولويه الاولويات في هذا المنتصف هو التشغيل. جينا درناه مع الاستثمار والى غير ذلك. التشغيل فقدان، اليوم عندنا 141 الف منصب شغل اللي ضاع في 2024، ما كتكلمش على 23، معدل 38% للناس. الإفلاس 16000 شركة في 2024، البطالة 13.3 في 2024، أزيد من 1,633,000 عاطل 2024.
خصصنا 14 مليار ديال الدرهم وقلنا في الاستثمار والرقمنه والتدريب الى غير ذلك، غنرجع عليها. ولكن اين هو مليون منصب شغل اللي تكلم عليه رئيس الحكومه، تكلم عليه البرنامج الحكومي؟ بل اين نحن من 550 من 500 الف اللي تكلم عليها جلاله الملك فيما يتعلق 550 مليار ديال الدرهم؟ ولكن مقابل هذا الشيء شنو اللي عندنا؟ عندنا خلق ازمات، مع الاسف خلق ازمات اجتماعيه. هذيك الهجره الجماعيه للفنيدق غنغلفوها باش ما بغينا، ولكن هي عنوان ديال الفشل الذريع ديال هذه الحكومه مع التشغيل. حكومه فشلا ذريعا باعتراف رئيس الحكومه. الاولويه الثانيه اللي هي غائبه، محاربه الفساد. حنا في الرتبه 97 في 2003 38 نقطه اللي حصلنا عليها. عندنا فساد نسقي سيستيميك، عندنا انفجار عده ملفات الفساد داخل البرلمان في الجامعات الى غير ذلك، سحب القوانين عينا نقول اللهم انا دمكر. هادشي اللي كديروا راكم مطبعين مع الفساد، راكم مطبعين، راه دايرين تضروا مصاري، دايرين واحد والو، لا احد يتكلم. اليوم جات الهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من الرشوه، قالت اودي كنخسروا حوالي 45 مليار ديال الدرهم. جلالة الملك في خطاب ديال العرش 2022 قال بانه اخطر ما يواجه تنميه البلاد والاستثمار هو العراقيل، هو العراقيل والذي ينتج عنها تحقيق ارباح شخصيه. وعينا نقولوها دابا جا هذا الرئيس الهيئه ناضلوا كاملين، ما قال والو، قال اودي راه من ناحيه ما كيتجاوبش معايا رئيس الحكومه والحكومه ما كتجاوبش معايا. اللجنه الوطنيه ديال استراتيجيه مكافحه الفساد من 2019 ما حضرش رئيس الحكومه، ما بغاش يحضر لها وما بغاش يفعلها. من حيث التشريع واحد ثلاثه القوانين ما بغاش يخرجهم، عرض تنازع المصاري، حمايه الموظفين، تصريح بالممتلكات، ما جاباش. تجريم الاثراء غير المشروع، السيد الوزير الناطق الرسمي قال في يناير، قال ودي حنا ما كنسحبوا شي حاجه الا باش نجيبوا شي حاجه مزيانه، وتسحب هذاك في 22. دابا هذه ثلاث سنوات وقال لك حنا نجيبوا بجوده عاليه، اين نحن من هذه من هذا؟ 68% من المقاولات اقرت بان كاين فساد في المقاولات، 23 عطاه وليست اولويه عند الحكومه. تصريح الناطق الرسمي، ثم الفساد يتعلق بالتراخيص، بالاعتمادات، بالتصاريح، بالصفقات. ولكن خليني نقول كاين بعض فيما يتعلق بهاد التحفيزات الجبائيه ذات العلاقه مع استراتيجيه المغرب الرقمي، لانها قريبه للشغل. ملي تقدمت الاستراتيجيه تقدمت فيها واحد العدد الفلوس، صحيح دابا كاين 14 مليار، ولكن ما كاينش في القانون الماليه فينا هي الدعم ديال الشغل بريما لومبلوا 17% من الدخل الاجمالي اللي كاينه، هذه اللي كاينه في البريما لا فورماس 3.5% من الدخل الاجمالي للمدرب، الضريبه على الشركات تحمل 56% بالنسبه لنفس الدخل الاجمالي، الضريبه على الدخل داروا 20% بالنسبه للدار البيضاء والرباط و10% باقي الجهات، فين هو هادشي؟ هادشي كله ما كاينش في القانون المالي. القضيه الثالثه هو اصلاح التقاعد، برنامج حكومي تكلم عليه، الاصلاح الهيكلي والشمولي وجوج الاقطاب الى غير ذلك. السيده الوزيره العام فايت في هذه البلاصه قالت لنا اكتوبر 2024 غنبداو الاصلاح، فين هو دابا؟ فين هو؟ كاين محضر اتفاق مع النقابات، فين هو؟ كاين تقرير البنك الدولي، البنك المغرب، كاين تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول الموضوع، كنتكلموا على تراجع الاحتياط ل 68.5 مليار ديال الدرهم. من هنا 2028 كيخص الدوله تحط كل سنه 14 مليار ديال الدرهم. فين هو الاصلاح؟ كنتكلموا على التسريبات، فين هو فين هي الدراسات الاكتواريه والدراسات اللي كنديروا؟ ما كايناش. رابعا هو اصلاح المؤسسات والمقاولات، ما كايناش كاولويه عند هذه. علاش؟ لان قانون الاطار 50/21 عطى اجل ديال 5 سنوات، حنا في السنه الخامسه، حنا في السنه دازوا 4 سنوات، ما درنا والو في هذا الموضوع، مرت 4 سنوات. فينا هي فتح مراسم اعتمادات ديال 30 مليار خلال 3 سنوات؟ ما كاينش. مصادقه المجلس الوزاري غير في يونيو على 7 ديال التوجهات التوجيهات الملكيه من اجل اصلاح عميق في القطاع العام ومواجهه الاختلالات، ما كاينش كاولويه. ولذلك حنا كنقولوا هذا القانون المالي ديالاش؟ شي اولويات اللي كيشتغل عليها دابا هذا الشيء اللي جاب كيجاوب على اش؟ لا التوجيهات الملكيه، لا رئيس الحكومه، هادو الاولويات اللي خارجين بهم تقارير دوليه ما كايناش. غنفتح واحد القوس غنسميها تساؤلات حول القانون المالي، جاوب فيه شي جوانب بالنسبه الي
اما غير دستوري او غير قانوني، وما نقولش على لا خروقات ولا اختلالات. الاولى السيده الوزيره 13 تنبيه خرجتو بتفصيل حول اصلاح الضريبه على الدخل، خرجتوه وهذا اللي كاين نفسه. فين هو المجلس الوزاري؟ فين هي المجلس الحكومي؟ فين هي فين هو البرلمان؟ واش من حقكم تخرجوا كاع التفاصيل قبل من القانون الماليه؟ ثم اضفاء شرعيه على فعل غير قانوني. كنتكلموا على الاعتداء المادي، الفصل 35 واضح من الدستور كيتكلم يضمن القانون حق الملكي، هو يمكن الحد من نطاقه ومراسه بموجب القانون، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. جينا حنا هذا الاعتداء المادي هذا كديروا الدولة، جينا باش كيكفي كنا نتكلموا على الأحكام بوحدها، نتكلموا على الاعتداء المادي. ثم السيد الوزير واسمح لي هذا سؤال بريء بريء، فيما يتعلق بالإعفاءات اللي كنديروا مع المنظمات الدولية دائما تسبقها طبقا للدستور اتفاقيات ثنائية أو جماعية. حنا مع الفيفا انا ما عارفش، حيت كنتكلموا على مكتب كاين اللي كيهضر على التمثيليه، هنا عندي رو مكتب جبنا الاعفاءات كلها في الياس في الير في الضريبه على القيمه المضافه عند السيره ديال غير كل شيء درناه، ولكن انا اتساءل هل هناك اتفاقيه من اجل خلق اما المكتب او تمثيليه؟ ما فراسيش لا وما جاناش، حيت خصنا نصدقوا عليه حيت كيجي قانون. طيب معذره انا ما عرفوش وقلتوا دابا انه بكل طيب. فيما يتعلق بالفرضيات والمعطيات الرقميه، لان باش من معدل النمو هناك تضارب في التوقعات بين مختلف المؤسسات. خليني نعطيكم غير في 2023 كان كل شيء مقاد، السي بي 3.4، البنك المغربي 3.4، انتوما 3.4، البنك الدولي 3.4، صندوق النقد الدولي 3.4، لو سي دي 3.4، كنا تقريبا انسجام. في 2024 السي بي كتقول 3، البنك المغربي كيقول 2.8، جات الحكومة قالت 3.3، جاء البنك الدولي كيقول 2.9، صندوق النقد الدولي كيقول 2.8، لو سي دي بالمناسبة اللي خدمت عليها الحكومة السابقة وهي اللي دارت مع هذه الاتفاقيات باش كتخدم معنا 3.5، واليوم كنجيو كنقولوا 4.6، حتى واحد ما قالها ولا قرب منها. عندنا الاس بي كتقول 3.7، البنك المغربي كيقول 4.4 هو اللي زايد كاع، البنك الدولي كيقول 3.9، الافيمي كتقول 3.6، لو سي ديو اللي هي دائما سخيمة عطاتنا 4، انتم دير 4.6 منين كي غديروا؟ لا ثم لا بغيتوا غير ترفعوا باش نديروا المعدل، ما غتوصلوش المعدل ديال 4% خلال 5 سنوات، ما غتوصلوش، واخا تجمعوا هذا الشيء وتزيدوا 4 وديروا العام الجاي كاع 5 وما غاديش توصلوا. لذلك هذا الموضوع كيطرح فيه تفاؤل لن يصلنا الى عجز الميزانيه، هناك تطور للمداخل، ولكن زائد المداخل المبتكره خصو يعطينا فائض. دابا الان حنا كنتكلموا على عجز، دابا حنا المداخل ديالنا لا الضريبه على الشركات ولا الضريبه على الدخل ولا كلهم كاينه 15 17 20 30%، المديونيه 130 مليار في سنتي 2022 23 درنا 69.5 من الناتج الداخلي في 23، ولكن دابا غادي نديروا 70%. كيفاش غنوليو؟ حنا غادي نهبطين وطلعنا عاوتاني غنهبطوا 29.5 في 2025. فيما يتعلق باولويات مشروع قانون الماليه ديال 2025، الاولى مواصله تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه، هذا الشيء ما غاديش نتكلم فيه، غنعطي فيه رؤوس اقلام لان الاخوان تكلموا عليه. هناك فقدان مجموعة من الحقوق المكتسبة، سمعيني السيدة الوزيرة مزيان وأقولها وبمرارة، وحنا فكرنا باش نديروا مهمة استطلاعية ولا لجنة تقصي الحقائق، قلنا ودي هذا ورش ملكي عاد بدا ما كاينش علاش نمشيو كنشوشوا عليه، ولكن كل المعطيات تدل بأنه يعرف إشكالات منها الحقوق المكتسبة. الآخر هو مليون محفظة، هاد 200 درهم و300 درهم كتعطى مليون محفظة كاملة، شحال كتهز كلها؟ دابا الان جينا دخلناها مع المؤشر والى غير ذلك، وكثرت المؤشرات، هذا مؤشر خاص بالارامين، هذا مؤشر خاص بالامتضامون، هذا مؤشر خاص بالطلبه، هذا مؤشر ما يمكنش نهائيا. غير امتضامون مع الدعم المباشر كاين اختلاف، كنرفع له كنهبط له المؤشر باش نعطيه الدعم، وكنطلع له باش نعطيه امتضامون، ما يمكنش فلذلك هذه
هناك فقدان لعدد مدخول كرامة لحد الساعة ديك الخربيق راه هذا أسرة تأويم ماذا قلتوا ألف درهم الناس اللي عندهم أكثر من 65 عام صافي فيهم جوج المليون قولوا لنا واش غديروا ولا ما غديروش القدرة الشرائية واللي دخلتها طيب أنا غنقول فيها ما يلي أولا تراجع الاستهلاك ب 0.9% خلال غير 2024 هذا الأصل بكذا 22% يصرحون تدهور المعيشة 94 كيقولوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية 82.8 توقع ارتفاع البطالة 56 تدهور الوضعية المالية 90% كتقول عدم القدرة على الادخار فإذا حنا فين؟ فين غادي؟ ولكن خلينا نقول في قانون المالية كنشكروا الحكومة وخا اعترفت مؤخرا يعني متأخرة والله لم يمكن لي إلا نشكرها كنا كنقول لكم هذيك هذاك الوقف ديال الطيفية عند الاستيراد بالنسبة للأبقار والآلفة ما خصكمش عافاكم ما خصوش يكون بقرار ما خصوش يكون باتفاق حنا كنشكركم درتوه هذا العام وجبتوه وديتوه حتى المادة 247 مزيان شكرا جزيلا دابا رجعتوا للقانون رجعتوا للدستور ما يمكننا إلا نشكركم ولكن كنقول لكم هذه المقاربة ديال الحكومة خاطئة في هذا الموضوع ديال الابقار وديال الاغنام والمعيز وشتلهم الجمال وشتلهم اللحوم الطازجه والمجمده هادشي ما غيهبطش عمليه حسابيه هذيك 150,000 ملي كنزيدوها 700,000 طن اللي كنتجو ما غاديش تهبط الثمن بمعنى حنا كنزيدو الشحمه في دار المعلوف بالمناسبه انا كنشكر الاخوان لان غداوني اليوم غداوني الاخوان ديال الاحرار وهذاك كان حاضر اللحم بالشحمه والله الا كان داكشي زوين ولكن ما كنقصدهمش هما والله لا اقصدهم ما كنقصدكمش كنقصد بان المقاربه الحكومه خاطئه فيما يتعلق لانها اش كدير كدير لنا لوبي ديال المستوردين وقلناها وكنعاودوها راه ما عنده علاقه بهذا غير كيسمع 500 درهم ديال الدعم كذا كيمشي كيبقى يصدر ويجيب الى غير ذلك ويستفيدوا ثم كلفه الاعفاءات واللحوم والاستيراد اللي كانت خلال 2023 من 2023 1.23 مليار ديال الدرهم ومع ذلك ما خفضش الثمن دابا كيدير 120 140 ديال الغنم فلذلك اليوم هذه المقاربه غير 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 مجديه معالجه اثر الزلزال مادام ذكرتوها شوف انا عم بغيت غير اشارات هذه 13 شهر باش داز الزلزال الارقام اللي عندنا ما كتحشمنا ما بغيوهاش كمغاربه ملي كنشوفوا يعني اولا البرمجه فين هي ديك البرمجه عطات 120 مليار تعطاتنا 21 مليار و98 ديك 98 كامل بل انه البرامج ديال الوزارات ما كايناش خلال دابا 13 شهر ما شفنا حتى حاجه بل الادهى والامر فيما يتعلق بالتعليم ازيد من 1260 مدرسه باقا كيقراو الشتاء والبرد والصاد وكل شيء كيقراو في هذاك البرد في هذاك يعني في لي طونط ولذلك كدا كنقول هذا الشيء غير معقول شوف انا نقول لكم بكل مسؤوليه يمكن الدعم 2500 درهم تعطى الدعم ديال 140,000 درهم تم الاتفاق عليه وكتدوز للجنه وكتعطيه له وكتقول له واخ كيرجعوا له كيقول له لا بركه عليك غير 80,000 درهم ومن بعد ذلك كيرجعوا له كيقول له الدفعه الاولى 20,000 درهم وكاين اللي خدا غير الدعم الاولي الاولى وما تعطالوش كاع الباقي ديروا لجنه ديال التحقيق وقولوا اودي هادشي واش كاين ولا ما كاينش بغيتو نديروا احنا ما عندنا حتى مشكل ولكن نقول لكم ها الواقع هذا هو الواقع اللي كاين ولذلك حنا كنقولوا لابد هذا التمويل والبرمجه ديالو الى غير ذلك معالجه اثر الفيضانات بالجنوب الشرقي غنقول فيها جوج كلمات الحكومه غايبه اسمح لي السيد وزير التجهيز قال بانه الحكومه حاضره الاداره المندوبيه ديال التجهيز حاضرين ما قلناش غايبين وفتحوا الطرق الحكومه غايبه ملي بغات تمشي لطاطا هذه بضعه اشهر مشاو كلشي وتصوروا وهذاك الشيء وهذا هو الوقت عاوتاني نمشيو عندهم ونتصوروا ونقولوا لهم حنا معاكم الحكومه ما دارتش هذا الشيء وبغيت نعرف واحد الرقم حيت رئيس الحكومه هو رئيس الحكومه توجيهات الملك كتقول 2.5 مليار ديال الدرهم والاغلبيه اللي تراسها رئيس الحكومه كيقول 2.7 مليار ديال الدرهم واش غيزيد 200 مليون ديال الدرهم من عنده الله يجزيه بخير بغينا هذاك الشيء الا كان غيزيدو من عنده ما هذا الشيء اللي بغينا فيما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه اولا فيما يتعلق بالتشريع هذا الادماج ديال الكنوبس والسينيسيس يعني واحد درتو واحد يعني واحد السرعه ما غير مبرره نهائيا شوف تعميم التامين الصحي في اشكالات انا عندي تقارير الوقت ما كيسمحليش
باش نقول كل شيء، غنقول بثلاثه الارقام او اربعه. التامين الصحي اجباري، كاين ضعف عدد المنخرطين خاصه من المهنيين والعمال والاجراء المستقلين، ما باغينش كاع يدخلوا. وخليني نقول لانه كان خصو يدخلوا 3 مليون راهي 1.8، واكثر من ذلك كاين المؤمنين راه حوالي 7 مليون او 9 مليون، ما خاطنيش الذاكره اللي كان في التقرير، ما مامنينش مغاربه. فلذلك حنا علاش كنتكلموا على التامين الاجباري اللي خصنا درنا التعميم وقلنا في 2022 جميل راه حنا درنا. ولذلك بغيت نقول بعض الكلمات الاخرى. اولا تهميش المستشفى العمومي راه منكر. جوج المليار كانت كتعطى، دابا 9 المليار شحال كياخذوا منها؟ شحال كياخذوا منها؟ هذا ماشي التقرير ديالي، هذا التقرير ديال الكنوبس 2022. انا نعطي منه غير جوج الارقام باش ما نطولش عليكم. هذا الشيء اللي كنقولوا ديال الفروض وديال هذاك الشيء، شوف الفروض لو نومبر اللي هو كونترولي في 2021 كان 3800، ارتفع 3001 ما عليناش. لو نومبر دو كافرو هذا دو فروض افيري من 170 دازو 860، داز من 7% ل 28%، حيت عطيتهم فاش يمشيو. ونعطيكم واحد الرقم اخر اللي كبار منه، اش كيقول؟ كلشي ولا مريض، كلشي حاجه وحده اللي ما تزادت هما هذوك اللي عندهم قصور كلوي، هذوك هما اللي بقاو في العدد ديالهم. كلشي استشفاء يعني طلع بواحد طلعه صاروخيه زعما، ما داكشي ما يمكنش يطلع داز سلكو يطلع بهذه الارقام الخياليه. فلذلك كنقولوا ودي اللهم ان هذا منكر، ما يمكنش. لوسبيتاليزاسيون زادت 55%، لي ماجري ميديكال 18%، لي زيرجونس 8%، لابوراتوار 8%، الكونسلطاسيون 6%. ما يمكنش. يلا لي موديليز اللي هي بقات بلاصتها. لا عفوا عفوا عفوا، لوسبيتال داز 30%، 54% لي ماجري ميديكال، يعني كيديروا الناس، لي زيرجونس 18%، 45% اللابوراتوار تير التحاليل، لي كونسلطاسيون 28%، لي موديليز اللي بقات صفر. كنقول لكم اودي هذوك جوج المليار اللي عطيتو ورديتو هاد سعود، راه درتو واحد المقاصه وحده اخرى. الناس كدير الفاكتور مع دارت 400 او 4000 نقطه، هادي وفاكاش هادي ما عرف شنو هادي، كيمشيو كيشدو من عند الناس الملفات. اش بغيتي دير بهم؟ اي زورهم ما كيدخل الفلوس. فلذلك كنقولوا حذاري، الحكامه في خطر، التمويل ديال هذا المشروع في خطر. ولذلك نحن ندعوكم لمراجعتي خاصه في قطاع في هذه القضيه ديال القطاع الخاص. قانون الحمايه الاجتماعيه حنا كنقولوا كما قال السي رشيد، نحن مع قانون الحمايه الاجتماعيه خاص اللي كنت التمويل ديالو كنعرفوه. لا بد من مراجعه المؤشرات، ما يمكنش نبقاو غاديين بنفس المؤشرات اللي كانت شحال هذه. هذه المؤشرات لا بد ان نراجعها. فيما يتعلق بتوطيد ديناميه الاستثمار 340 مليار درهم، مزيان تزدنا 335 340 مزيان، ولكن واحد جوج الارقام كيتعاودوا دائما. الصندوق محمد السادس 45 مليار دائما ما كيتغيرش، والزلزال 15 مليار. لا السنه الماضيه كان في هذيك 335، ولا قبل منها، ودابا عاوتاني. واش هذاك واش رقم جديد او لا ما تبقى شنو؟ غير نعرفوا بان هذا الرقم كل مره كيتعاود. ثلاثه د الحوايج، اولا التعاقد الوطني للاستثمار. هذا رئيس الحكومه قال اودي في 24 اكتوبر 2022 قال بانني غادي نديرو، ما داروش. كيفاش بغيتو نتوما هذا الاستثمار؟ المقاولات الصغرى جدا تكلم عليها، المرسوم ديال الدعم ديالها ما خرجش، هذه عناين خرجنا ديال الكبار ما خرجناش لا ديالهم ولا ديال المقاولات المغربيه اللي كتعمل على الصعيد الدولي. فيما يتعلق بالاصلاحات الهيكليه اللي جات كاولويه ثالثه، اولا القانون التنظيمي للماليه جاء وقدمت بعض التفاصيل ديالو هنا. واش من ناحيه حيت هذاك الشيء قدمته هنا، ما نقولش ما قدمتش، ولكن كيطرح اشكال واش خصو يكون ولا ما يكونش. قانون النقابات ما كاينش، قانون الشغل ما كاينش، قانون الاضراب فيه الوزير كيتلاقانا باغي يدوز بينا حنا كمعارضه، ماشي حتى كاغلبيه، يدوز بينا القانون، ما عندنا حتى مشكل نناقشوا. ولكن سير خطاب جلاله الملك في 2015 كيتكلم على المشاورات، فتح المشاورات. ومنين تلاقينا معاه هادي اسبوع ما جلست مع نقابه. ايوا كيفاش كيف بغيتوا كيف بغيتوا حنا نناقشوا؟ الالتزام ديالك غتجلس معنا، جلس مع النقابات، ما جلست كلهم دايرين بيان، لا السي دي تي ولا الاف دي تي ولا اليوم تي ولا اليوم تي ام، كلهم داروا بيان، معاهم بغيتي تجلس. الاصلاح الجبائي السيد الوزير السيده الوزيره 5 سنوات اللي فيه كاجل، دوزنا 4 سنين. كنسول على ثلاثه الحوايجات، الاولى تقييم للاثر الاجتماعي والاقتصادي ما كاينش. اصلاح الجبايات المحليه ما دار فيها والو.
ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية. يلا جبت وحدة دابا، أما فيما يتعلق بالباقي ما كاينش. استدامة المالية العمومية بها أختم، أنا ما غاديش ندخل في، خلينا نقول أن التمويلات المبتكرة دابا عندنا بنك المغرب تكلم عليها وعندي شنو قال فيها، وعندنا الصندوق، وعندنا صندوق النقد الدولي كلهم تكلموا عليه وكيقولوا أودي لا بد لها من تأطير. كنقول لكم حنا درنا مقترح ما عجبكمش نديروا شي حاجه، ولكن نديروا القانون ما يمكنش، لان دابا دزنا في واحد السرعه اللي هي كبيره جدا. لا بد من مراعاه تطور الموارد الجبائيه، لا بد من حصر شامل وكامل للنفقات، لا بد من مراجعه العامه للنفقات، ولا بد من مراجعه العامه للنفقات الجبائيه، لان دائما كنتكلموا عليها. اختم فاقول سيد 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 الرئيس، شوف دابا هذا القانون الماليه حنا غادي نناقشوه، غادي نناقشوه، ولكن رحنا اللي كيهمنا بالدرجه الاولى مصلحه البلد. عندنا قضيه ديال الصحراء اللي خصنا نكونوا متعبئين ليها وخصنا نتعبؤوا ليها، ولكن ما غنتعبؤوش ليها بمثل هذه الممارسات. انا ما عندي حتى شي مشكل يقول تشويش ويقول ما عرف شنو قال السيد الرئيس السيد الرؤساء في صباحه الاغلبيه، انا ما عندي حتى مشكل، ولكن رحنا كنتكلموا هذه الارقام كلها جبنا، ما كنكذبوا ما كنزيدوا ما صافي، ولكن خص يكون النقاش اللي هو مسؤول. باش يكون مسؤول خصنا نخضعوه للمصداقيه، والمصداقيه كتبدا من المسؤوليه، وهذا الشيء اللي كيدار واش كيدار بمنطق مسؤول ويراعي مصلحه البلد.